بكذب علي وبيقول لي انه في عنده شغل، وهو قاعد عم يسيع برا، وانا قاعده بالبيت وعم اعمل له باميه ورز، وهو مو فارق معه شي بنوب. قال شو والله عنده شغل ضروري. شو هذا اللي شايفه؟ باميه ورز؟ شو كانه سعره نازل؟ مو سعره إلا سعري انا اللي نازل هون، انا ما عاد لي قيمه بهالبيت. شو صاير معك؟ ولا شي مثل العاده. معناتها بسيطه. حضرتك شايفني متضايقة وما بتتنازل تسألني شو اللي مضايقني. أنا سألتك وقلتي لي ما في شي. هلأ هيك الواحد بيسأل؟ مو لازم تسألني مع شوية اهتمام أكتر؟ إيه تمام خلص، المرة الجاية أنا بعمل هيك. بس هلأ قلي لي شو صاير معك. هذا ابنك فيباف راح يتعشى اليوم عن بيت حماه. إيه كتير منيح. شو اللي منيح؟ قال لي إنه هو في عنده شغل. أكيد هو وياها متفقين يلتقوا برا. مين قصدك؟ قصدك فيباف وحماته؟ لك فيباف ومانفا. لما اتصلت فيه لحتى اطمن عليه فصل التليفون. إيه شو يعني جربي مرة تانية؟ ما عاد بدي. أكيد هلأ بيكون قاعد معه بشي مكان وعم يحكوا سوا. أنا اتصلت فيه مرة وما عاد اتصل. أكيد هي يلي قالت له ما يرد علي. ريما شو اللي عم يصير معك انتي؟ ها؟ الاثنين رح يتزوجوا، خليهم ينبسطوا ببعضهم. أنا ما عندي مشكلة أبداً إنه ينبسطوا مع بعض، بس هو ليش لكذب علي؟ وبعدين اللي أنت بتعرف شو رح ياكلوا؟ شو؟ باندراسة بصلصة حمراء وبيضة. شو؟ صلصة حمراء؟ واو. أنت بتعرف شو بكون اليوم؟ شو؟ اليوم يوم النحس. في باف جهز حالك يا ابني. حبيباتي انا عملت لكم خبزات سخنين، يلا لسه ما لمستوا الاكل. فيباف شبك حبيبي؟ كاني حاسستك كان هيك من اول ما وصلت. ابدا ما في شيء، بس هيك بس هيك. مانفا شو صاير؟ ليكو قدامك اسالي له. شو يلي عم بصير معكن؟ شو في؟ ولا شي، اطمني. ليش ما بتقلها انه متخانقين؟ شو؟ هلا انتو متخانقين؟ هو معصب لانه لما اتصلت امه قلت لها انه هو جاي على العشاء لعنا. ما انفهمو هي المشكله. شو المشكله لكان؟ بصراحه المشكله انه امي انجرحت بدون سبب. هلا معناتها كان حضرتك لازم تخبرني قبل بوقت انه امك اليوم صايمه. لحظه بس، انت عزمتيني اليوم الصبح على العشاء وانا قلت لك ايه، بعدين امي خبرتني وقالت لي انها صايمه مشان ارجع على البيت بكير، وما هان علي زعلها ولا زعلك لانه اتنيناتكن عندي بالدنيا كلها. لهيك انا قلت لحالي بركي بيجي بتعشى عندكن هون وبعدين برجع باكل من طبخ امي بالبيت. بس مشي الحال. لا ما مشي الحال، ما دام حضرتك زعلان لهالدرجه قوم روح. لوين؟ لحظة لحظة لوين؟ معقول هذا اللي عم بصير مو طبيعي؟ مانفا مفكرة يلي ساويتي صحيح؟ روحي روحي اعتذري منه. أنا ما رح اعتذر لأنه الحق عليك. Thank you.
يا ربي. وين الأكل كله؟ شو هاد؟ ايه ماشي. الحمد لله. منيح لقيت شي يتاكل. لا أكل طبخ هنيك ولا أكل طبخ هون. ابني شو صاير معك؟ شو بده يصير يعني؟ يعني قصدي ليش هيك متضايق؟ ابني انت صاير عم تعصب على شغلات كتير صغيرة بهالايام، متخانق شي مع مانفا؟ وليش عم تقولي اني متخانق معها مثلا؟ هالحكي معناته انه في شي صاير. تعال دق لها تليفون، تنبسط منك. ليكي امي، إذا بدها هي بتتصل تليفون. يعني فيني افهم انت هلا شو اللي عم بتساوي؟ عم بتفرج امي. ما عم تتفرجي على شيء، انت بس عم بتقلبي. انا امك وبعرفك. يلا هاتي من ايدك لشوف. هاتي وقومي اتصلي مع فيباف واعتذري منه. يلا اعتذر؟ الحق مو علي، ليه لا اعتذر منه؟ خلص مانفا، بهيك مشاكل مو مهم انت غلطتي ولا هو اللي غلط. هات كله دلال على الفاضي يا حبيبتي. مو المهم الحق على مين، ما هيك؟ يلا قومي حاكي وعطيني من ايدك. ليش ما بتقولي هالحكي لألو؟ انا ما رح اتصل. الو الو الو، مرحبا، كيف صحتك؟ مين معي؟ لسه ما حلك تنسيني، انا بكون امه لفيباف. اه عفوا، هاد انتي عم قول وين سمعاني هذا الصوت؟ اهلين، كيف الصحة؟ انا منيحة، بس قلت لحالي لازم اتصل فيكن واتطمن. كيف مانفا؟ مانفا والله من امبارح وهي مو تمام، ما بعرف شو صاير له. تقاتلوا مع بعض وانا ما حبيت انهم يضلوا هيك. قلت له قوم اتصل بمانفا بس ما عم يرضى. قلت لحالي بتصل انا بداله. عن جد انت كلك ذوق على هذا التليفون. شايفة كيف هن بيتقاتلوا ونحن يلي لازم نصالحهم؟ شايفة بالله، لساتهم بهالعمر وعم يتقاتلوا. قليلي فيباف تعشى مبارح؟ ليش لا يتعشى؟ أنا ما عملت حسابه. لحظة بس، مو على أساس عم يتعشى عندكم؟ ايه ومانفا؟ كمان لا، مانفا نامت جوعانة مبارح وما أكلت شي، يعني الأكل ضل مثل ما هو على الطاولة. ما بعرف شو دخل الأكل ليعصبوا منه. ليك اسمعيني، عملي مثل ما رح قلك بالضبط. اقنعي مانفا تتصل وأنا كمان رح أقنع فيباف، اتفقنا؟ إيه اتفقنا. يعني حتى لو هن ما كانوا عاقلين بس نحن لازم نحكم عقلنا منيح. معك حق، ماشي منبقى منحكي. هيه
اتصل بمانفا فورا واعتذر منا. انا اللي بدي اتصل؟ اي انت اللي رح تتصلي فيه. اي بس خلاص يلا اتصلي فيه لشوف. يلا بسرعه. مشغول. مشغول مشغول. هلا هو اكيد بيكون عم يشكي علي لرفقاته. ما بعرف ليش صار سوء هالتفاهم. انا ما جبت سيره لحدا من رفقاتي بالمره. اكيد بيكون عم يبهر السيره من عنده. هي اتصلت بامي ونزعت كل شيء وبعدين بتجي بتقول انه الحق علي. انا بعرفه منيح وحافظته بصم. كل هالشي ما له معنى. انا ما عاد فيني اتحمل اكثر. هيك صار كثير. لساته مشغول. هداك اليوم ردت على امي. مشغول. لساته مشغول. انت شو عامل في باب؟ شو قايله لمانفا؟ بصراحه الحق مو عليها هي. هي شو عرفها انه انا مو قايل لامي؟ شكلي انا زودتها شوي. اكيد خبركم قديش انا لقيمه وقديش هو مظلوم. ما هي بالعكس، هو كان متضايق كثير شوي تانية يعني كان رح يبكي. خلص معناها انسى اللي صار وحاول انك تصالح البنت. اشرح لها الوضع. معناتها هي اتصلت فيكي وحكت لك القصه ما هيك؟ لك خلصنا مانفا، شبك تنازلي شوي هالمره. ليكي لا تفكري بموضوع البنت ولا توجعي راسك. انا بضمن لك اياها. بعدين ليكي هي بتعرف سنيهال كتير منيح، وبما انها رفيقتها لسنيهال فاكيد البنت ممتازه 100%. ماشي ماشي، رح افكر بالموضوع وخبرك. بشو بدك تفكري يعني؟ اذا ضليتي عم بتفكري بجوز تروح البنت من ايدك. ها طيب قولي لي هلا شو برجع للبنت؟ اليوم بعرف لك تفاصيل اكثر وبرجع بخبرك على السريع. اتفقنا. بس صدقيني البنت كتير منيحه، انا بعرفها كتير منيح. عن جد؟ انا مصره انك تشوفيها عن قرب لانه رح تفرق كتير. ابي ما رح يلاقي بنت حلوه وشاطره مثلها. اسمعي مني ما رح تندمي، انا متاكده. انا بعرف تمام شو عم بقول، والبنت ما في منها على ضمانتي، فيكي تاخديها على العمياني كمان. ايه ماشي انا موافقه ورح شوفها اكيد. ايه باي. الو. مرحبا، كيفك اختي؟ انتي اليوم لحتى تذكرتي الموضوع؟ شو وين كل هالغيبه هي؟ ليكني شبك يعني وين بدي روح؟ ليكي انا اتصلت مشان هالشغله. تتذكري البنت اللي قلت لك عنها؟ ايه ايه. هلا انا من شوي جبت لك صورتها. والبنت حلوه كتير. امتى بدك تشوفيها؟ اسمعيني لقلك بالاول، الحقيقه انا كنت بدي اتصل فيكي مشان قلك شو صار. ابني فيباف خطب ومشي حاله. شو عم تحكي؟ امتى وكيف وين؟ وليش ما قلتي لي من قبل؟ لانه لهلا لسه ما صار شيء رسمي ابدا. عن جد؟ بس هيك فجأة؟ شو قصدك يعني هيك فجأة؟ هن قرروا لحالهم. بعدين حبيبتي بهيك مناسبة العالم بتقول الله يقدم اللي فيه الخير. طيب ماشي، فيكي تعطيني فيباف؟ هلا مو خرج، معصب شوي. ليش قولي لي شو صاير بينك وبينه؟ لك مو بيني وبينه، بينه وبينه. دخلك شو اسمها هي؟ مانفا. وشو كنيتها؟ هي مو من طبقتنا. لك انت شو هالحكي اللي عم تحكيه هاد؟ ليكي انا مشان هيك عم قلك لا تقولي شي لحدا هلا لحتى يتم كل شي على خير. ما بدنا نقعد نلت ونعجن بالقصة من هلا. ما رح جيب سيرة لحدا. رح سكر هلا. ايه ليكي تذكري منيح شو قلت لك، لا تجيبي سيرة لحدا ابدا ولا حتى لجوزك. ها بس ليصير الموضوع رسمي. خلص حبيبتي ولا يهمك، لا تشغلي بالك انت. بس ما قلتي لي شو كنيتها للبنت؟ ايه بس لا تقولي لحدا. بوسلي. شو؟ شو قلتي؟ ايه والله مثل ما لي عم قلك، بس لا تقول لحدا. شو مين اللي عم يدق؟ ما حدا، حتى كمان ما في رقم. شوف كيف؟ ما في. ليك شوف هي وروق. فعلا اهبل.
كيفك؟ مو حبيبك يلي عم تحكي امه لفيباف. مام كيف صحتك؟ انا منيحة، انت كيفك؟ شو مشانكم انتو الاثنين؟ تمام. ألو حبيبتي؟ لا أنا ماني حبيبتك، أنا بورنيما أمه. عفواً أنا آسف. أي فيباف، شو يلي عم بصير معكم؟ لا بصراحة أنا اللي كنت غلطان. أنا ما بدي إياكم تتخانقوا، يعني أنت فيك تقلي هلأ شو استفدتوا من يلي عملتوه أنتوا الاثنين مبارح؟ شو ابني؟ لوين رايح؟ شكلك رايح تشوف مانفا، ما؟ شو كأنكم تصالحتوا؟ لا بابا، شو ما عندي شي تاني بحياتي غير روح شوف مانفا يعني؟ عن جد؟ ليش انت أساساً بتعرف بنت غيرها يا ابني؟ بابا، كيف بتقدر تمزح كل الوقت؟ أنا رايح شوف رفقاتي في محل منقعد فيه على طول كلياتنا، وحتى بعد الزواج على فكرة رح ضل شوف رفقاتي، واضحة الفكرة ولا لا؟ وليش عم تقلي إلي أنا هذا الحكي؟ مو أنا اللي رح أتزوجك عن قريبها. بابا روح قول هالحكي إلها. يلا رح روح. دير بالك على حالك يا أبني. ماشي بابا. هاي شو كنت رايح لمحل؟ أنا كنت طالع بصراحة، كنت بدي نظف السيارة من جوا شوي وبس. آسف. بالحقيقة أنا اللي آسفة، أنا اللي عصبت عليكي بدون سبب. شكرا. أنا عن جد آسفة. طالعين مثل العصافير ما هيك؟ بابا أهلين. انتو امتى اجيتوا؟ بهالثانية. تعوا يلا فوتوا لجوا. يلا تفضل. رح روح اعملكن اطيب كاسة شاي بالعالم. مام تخليني انا اعمل الشاي؟ حابة تجربي؟ طيب يلا. بس بشرط احكي يكون شاي بالقرفة. تكرم عينك. شكرا. اسمع فيباف، ليك ابقى وصلها على بيتها واعتذر من امها كمان. انت رجعت مبارح بدون ما تتعشى وهالشي عيب. ماما انا اكيد رح اعتذر لها. الو ماما، رح روح هلا على السوق وماني عرفانه شو بدي اجيب خضره، شو رايك جيب فاصوليه؟ لا بلا الفاصوليه، تنظيفها كتير ثقيل ومو جاي على بالي هلا. ليكي اشتري الخضره اللي جاي على بالك انت بنتي. ايه بس بهالوقت كل الخضره غاليه ماما. عموماً أنا رح شوف، رح جيب فاصولية أو بامية أو بقلة، هيك شي يعني. وأنا بنظف كل شي. إيه أنتي لا تاكلي هم أبداً.
ماما قولي لي انتي لازمك شي تاني مشان جيب لك يا معي. لا بنتي ما بدي شي، بس لا تطولي ارجعي بسرعة وديري بالك على حالك، لا تتأخري لأني عم بستناك. طيب ماشي يلا أنا جاي. لعبوا انبسطوا يا أولاد. في باف متأخر اليوم. عمو ساعتك شكلها معطل اليوم. هاي حجة لأسألك ليش هيك مبكر، لأنه الناس كلها ما بتحب حدا يسألها هلأ هيك سؤال. اليوم اجيت بكير. ايه كان عندك أي مشكلة مبارح؟ لا ليش؟ لأنه أمك اتصلت بمرتي مبارح. انت معك رقم بيتنا ما هيك؟ ايه اتصل بأمي واسألها. لا أنا بس هيك عم بسأل مو أكتر. وما قلت لي شو الأخبار اليوم؟ لو في شي شون بيدا رح يقلك. ايه صح. روح اكيد. ايه اكيد. شو وين رايح؟ عالسوق. بدك شي؟ ايه يلا روح. سلام. شكله رجع. مساء الخير بابا. مساء النور ابني. خير؟ في عندك شي؟ ليش؟ شايفك لابس ومترتب مشان هيك عم بسأل. ايه انا معزوم عيد ميلاد السيد رافي 60 اليوم. تروح معي؟ لا بابا تعبان شوي، وبكل الاحوال في عندي شوية شغل ما بقدر. لك تعال شوي وخد استراحة من الشغل. لا كمان لازم روح لشوف مامفا. انت ليش عم تكذب يا ابني؟ ها؟ ليش لحتى كذب؟ مامفا اتصلت فيني قال إذا عندي وقت منروح منشرب قهوة. إيه خلاص معناتها فيك تجي تشرب قهوة معنا. بابا أنا بدي روح أشرب قهوة مع مامفا، ليش عم تلح علي كتير؟ بلا جدبة هلا، إذا كانت مامفا جاية معنا شلون بدكم تشربوا قهوة بغير إرني؟ ها؟ بابا أنت منين جبت هالحكي هاد؟ قلي. مثل ما عم قلك جاية معنا مشان عيد الميلاد. كيف يعني؟ اليوم أمك اتصلت فيها وعزمتها تجي معنا لحتى تعرفها على الناس اللي هنيك. يعني مامفا جاي لهون؟ لا مو جاي لهون، هي هون. شو؟ وفي برنامج لبس الساري جوا. رح أقوم شوف. لحظة. حتى لو كنت خاطبها للبنت مو حلوة تفوت لجوا وتشوفها وهي عم تلبس الساري أبدا. شو؟ بابا أنت شو عم تقول بابا؟ أنا متأكد أنه هي ما رح تقبل تلبس الساري أصلا. لا، أنت كتير غلطان يا ابني. ليش؟ طلع